تانية بتعمل سيليكشن بشكل مختلف شوية، وهتساعدنا قوي 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 واحنا بنشتغل بكده. التول دي اسمها كويك ماسك. الكويك ماسك موجود هنا تحت الباتن دي، ومجرد ما بتكليك على الباتن edit in quick mask mode، كليك عليها اللون بتاعها بيتغير للون الاحمر ده. وفي حاجة تانية بتحصل في الجزء ده من البلد، احنا اتفقنا قبل كده ان اسمها layer، في جنبها واحدة تانية اسمها channel. لو فتحت channel هتلاقي واحدة تانية اتضافت، يعني لو رجعت كده عن الكويك ماسك مود تختفي، كليك بتبين. الشانلز بتوعنا موجود فيهم الار جي بي كولر، اللي هم الميكس بتوع الثلاث الوان اللي بيعبروا عن الالوان كلها، عباره عن ثلاث الوان والميكسنج بتاعهم اللي هو ار جي بي كولر. الكويك ماسك بيشتغل كالتالي، انا بمجرد ما بحط نفسي في المود بتاع كويك ماسك واخد مثلا البروش تول، البروش تول لو عجبني الستروك بتاعها ده او الحجم بتاعها ده ممكن اشتغل بيه، لو مش عاجبني ممكن اغيره اخد مثلا 9 اوكي. بمجرد ما اروح وابتدي اشتغل بالبروش انا كده بشتغل مش على الايمج بتاعتي، انا بشتغل جوه الماسك. ولو انت مدقق شويه هتلاقي في بوينت لونها اسود هنا ظهرت بتوريني انا بعمل ايه. طبعا الاكزامبل اللي انا شغال فيه ده اكزامبل مش اكتر من ان انا اوريك ايه اللي بيحصل، لكن في الحياه العمليه او في لما بتبقى شغال على ايمج بجد انت هتكبر وهتبتدي ترسم تعمل فيلينج بالماسك ده للاريا اللي انت عايز تعمل لها سيليكشن، وبجد هيوفر عليك وقت كتير جدا. اللي انا عملته دلوقتي ايه؟ ان انا ابتديت ارسم باللون البينك ده تمام على درجه من الدرجات، وهاخد واحده تانيه كمان اعمل لها سيليكشن برضو زي دي تمام. بمجرد ما بكبت او اطلع بره الكويك ماسك مود، تعالوا نشوف ايه اللي حصل. حصل سيليكشن سيليكشن، وهرب كمان جزء لو انت ملاحظ كده في حته صغيره هنا في النص تمام. انا مش هكليك بالبراش بتاعتي لان دلوقتي البراش بتاعتي لو عملت كليك بيها هترسم اسود مش هترسم بينك، فانا هرجع تاني للكويك ماسك تاني وهروح للسبوت اللي انا سبتها اغيرها وارجع اكويت الكويك ماسك تاني كده. انا بقى السليكشن بتاعي كويس. لو انا عايز اعرف انا دلوقتي عن سليكشن لايه تمام، لو دوست ديليت الجزء اللي معمول له سيليكشن بس هو اللي هيفضل تمام. انا هعمل ديليت اوكي، الجزء اللي انا رسمته بس هو اللي فضل، اللي انا عملت عليه رسمته بالفرشه هو اللي فضل اوكي. هعمل كنترول وزد او عن طريق الهيستوري ارجع خطوه، انا هعمل كنترول وزد اوكي. وعايز اوريك كذا اوبشن تاني يخصوا الكويك ماسك. اول حاجه ممكن اوريها لك، اول حاجه انا هعمل كنترول ودي هدي سيلكت اللي انا عملته. لو عملت دبل كليك على الجزء ده مش هيوديك الكويك ماسك بس، لا هيفتح لك الكويك ماسك اوبشن. ادي دبل كليك ادي راح فاتح لي الكويك ماسك اوبشن. الكويك ماسك اوبشن اول واحده فيهم انا عايز اغيرها لان انا بكرهها جدا، الكولر اللي لونه احمر ده. الكولر اللي لونه احمر ده بجد مش عاجبني خالص، عايز اعمل لون تاني يبقى مميز وانا بعمل ماسكينج وفي نفس الوقت يبقى كويس بالنسبه لي. لو عملت عليه دبل كليك او كليك واحده هيدينا السليكشن بتاع الكولر تمام. انا مثلا هروح اختار درجه من درجات البلو دي وهخليه بلو غامق شويه اوكي كده كويس، وهقول له اوكي. بقى ده السليكشن كولر بتاعي. لو عاوزت اخليه اكتر من كده شويه ممكن ازوده. لو انت فاكر المره اللي فاتت واحنا بنرسم كانت الخطوط اللي تحتها باينه،
يعني لما انا كنت برسم باللون البينك كان اللون اللي تحته باين. لو انا غيرت الكواليتي بتاعته عن طريق الدراجنج من هنا، انا بمجرد ما باجي تحت اي كلمه وبعمل لها دراجنج، الانديكيتور ده بيتغير. تمام، انا هخليها 100%. اوكي، وهنرجع نغيرها تاني، بس عايز اوريك ايه اللي هيحصل دلوقتي. هقول اوكي، وانا فعلا في الكويك ماسك مود لان في شانل موجوده اهي، وهروح ابتدي ارسم. زي ما انتم شايفين انا برسم، مش عايز بقى حاجة تانية تظهر لي غير الرسم بتاعي. تمام، انا مش عايز اعرف انا شغال فين، انا عارف انا اهو انا شغال فين. الجزء اللي انا هخفيه هو اللي هيفضل في السليكشن. تمام، اوكي، مش شرط ان السليكشن بتاعي يبقى متصل زي ده، انا ممكن اروح اسليكت برضو حاجة تانية بعيد عن بعض. تمام، وها اكويت الكويك ماسك مود. يلا بينا، ادي كويت. اوكي، لو انا عايز اسلكت الاريا دي ممكن اعمل ايه؟ هقول ان انا هسلكت الاريا دي. طب لو انا عايز اسلكت العكس بتاعها، احنا اتفقنا لو انا دوست ديليت دلوقتي ده الجزء اللي هيكون اتعمل له سيليكشن اللي انا رسمته. طب انا عايز العكس هو اللي يحصل، هعمل كنترول وزد. في اوبشن تاني اسمه انفيرس، من سيليكت اسمه انفيرس شيفت وكنترول واي. اوكي، كده انا عكست السيليكشن بمجرد ما هعمل ديليت، الجزء اللي انا رسمته هو اللي هيجرى له ايه؟ هو اللي هيختفي. هعمل كنترول وزد ونكمل مع الماسك في الدرس الجاي.